من مجمع الاستوديوهات الرقمية بوزارة الإعلام بمحافظة مسقط ننتقل بكم إلى محافظة البريمي وتحديدا إلى الزميل العزيز من هناك أنور بن زاهر الغريبي الذي ينقل لنا تفاصيل أنشطة وفعاليات وزارة الثقافة والرياضة والشباب بهذه المحافظة. فصباحات الخير المشرقة لك يا أنور، ومباشرة تطلعني والمشاهد الكريم على هذه التفاصيل الشائقة والماتعة والجميلة، تفضل يا أنور. صباح النور والسرور، حياك الله أخي سيف، ونصبح على المشاهدين الكرام أينما كانوا يتابعون برنامج قهوة الصباح. نحييكم من هنا من إدارة الثقافة والرياضة والشباب، حيث تتواصل يعني برامج هذه الإدارة الثقافية والرياضية والفنية. تركيزنا إن شاء الله في هذا اليوم سيكون عن واحدة من البرامج التي ما زالت مستمرة وهي في يومها الأخير، نتحدث عن دورة الأداء الصوتي التي يقدمها الفنان والمخرج والمؤلف القدير الذي ارتبط وارتبطنا أيضا معه منذ الطفولة في يعني برنامج افتح يا سمسم وسلامتك وعدنان ولينا وغيرها أيضا من يعني البرامج، وما زال عطاؤه يعني مستمرا حتى يومنا هذا. تحدث عن الضيف عبد الناصر الزائر مقدم هذه الدورة. أو محمد، أسعد الله صباحك بكل خير وأهلا وسهلا بك معنا في سلطنة عمان وفي برنامج قهوة الصباح. أشكرك أولا على هذه الاستضافة الجميلة وعلى هذه الثلة الجميلة من الطلبة الذين حضروا وجو علشان يستفيدوا من هذه التجربة في الدورة. أنا سعيد جدا بلقائي في هذا البرنامج العريق قهوة الصباح من تلفزيون سلطنة عمان، هذه السلطنة التي نعتز بها كثيرا. شكرا لكم وشكرا للقائي معكم. حياك الله يا محمد. أهمية الأداء الصوتي بشكل عام، أين تكمن أهمية الأداء الصوتي يا محمد؟ الأداء الصوتي تكمن في حياتنا كلها، تكمن هذا الصوت يكمن في هدهدة الطفل، يكمن في علاقة الإنسان البائع بالشاري بالموظف، بكل حياتنا، بالمحامي بالمدرس، بكل حياتنا نحتاج دائما إلى الصوت، وبالصوت نستطيع أن نوصل الرسالة، نوصل المحبة، نوصل كل شيء بصوتنا، مما نريده من خلال صوتنا وبطريقة أدائنا للصوت نوصل الرسالة التي نريدها. لذا الصوت مهم جدا 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 في حياتنا، وإن شاء الله قد نكون قد وفقنا في إيصال أهمية الصوت في حياتنا. الصوت في الإلقاء، الصوت في صوتي في التمثيل، وصوتي في الإعلان، وصوتي في كل شيء. نعم، إذن سعد ناصر، معنى ذلك بأن الصوت ليس مجرد إخراج حروف من مواقعها الصحيحة، هو تعدى ذلك بكثير إلى أن يصبح بصمة للإنسان وأيضا هوية تميز هذا الإنسان. لذلك هنا أيضا تكمن أهمية الاهتمام بالصوت، ليس على مستوى الإعلامي فقط، بل يعني لكل من له شأن في هذا الحياة. طبعا الحياة هناك جزء أساسي في حياتنا هي الصوت والصورة، والصوت جزء كبير. هناك صوت الحياة العامة، صوت البشري للبشر نفسهم، ونحن هنا في دورتنا نهتم بالدرجة الأولى بالصوت البشري. الأصوات الأخرى غير البشرية هناك من يدعمها، سواء المؤثرات الموسيقية، المؤثرات الأخرى هي التي تدعم هذا الصوت. لذا اهتمام بالصوت البشري وهو القاعدة الرئيسية التي اعتمدنا فيها على هذه الدورة. نعم، أبرز يعني الأساسيات التي حرصت على أيضا يعني إعطاها للمشارك وأيضا التطبيقات. طبعا الأساسيات هي جهاز التنفس وأهمية هذا الجهاز الذي سيخرج لنا الصوت، فبدون التنفس
البنزين يخق ويروح وما نقدر نسوي أي شيء، فبالتالي إحنا نحتاج جدا دائما إلى استخدام السليم للتنفس وللتقطيع السليم لإيصال الفكرة الذي نريدها. الصوت عالم كبير وصوت البشر عالم كبير ويحتاج إلى تدريب، ويحتاج بعد الفهم والوعي بأهمية الصوت وبالمواد التي درسوها أن يطبقوا هذا العلم والمعرفة إلى تطبيق عملي يستخدمونه في حياتهم العملية وحياتهم الطبيعية. على طار التطبيق محمد، الآن أمامك أتوقع أكثر من نص، ممكن الآن نأخذ تطبيق لهذه الأسطر الثلاثة. كيف نستطيع أن نغير ونلون في الصوت على حسب المقام؟ طبعا هنا مثلا قصة للأطفال وضعتها كنموذج تدريبي للأطفال، هي موجهة للأطفال، وهذه القصة حاولت أن أجعلها ليست قصة للأطفال. لو كنا سنروي هذه القصة، كان يا ما كان في قديم الزمان كانت هناك ثلاث عنزات، عنزة وعنيزة وعنوزة مثلا على سبيل المثال. عندما نقولها على خشبة المسرح ليست كقصة، كيف سنقولها؟ عندما نقولها في الإذاعة كيف سنقولها؟ عندما نقولها في التلفزيون كيف سنقولها؟ صوتي في التمثيل المسرحي، صوتي في التمثيل الإذاعي، صوتي في التمثيل التلفزيوني، صوتي في التمثيل السينمائي، هل يختلف؟ بكل تأكيد يختلف. صوتي في التمثيل يختلف عن صوتي في الإعلان. صوت لكل مقام مقال. لذلك هذا بشكل تعاملي طبقوا بناتنا ورجالنا وشبابنا هذا التطبيق صغارا وكبار، طبقوا بهذا وكانوا رائعين في هذه الدورة، رائعين بحضورهم وتفاعلهم الشيء العجيب، وسترون من خلال البرنامج نفسه سترون كيف يتفاعل المشارك تفاعلا عجيبا ويحب. وفي اعتقادي أن هذه الطريقة التي استخدمتها في توصيل الرسالة بشكل غير مباشر، لم أعطيهم المعلومات بشكل أنهم يحسوا أنهم داخلين إلى محاضرة فيزياء أو كيمياء، لا، أنهم جاءوا لنا هم وهم مستمتعين ونحن نلعب. العب بصوتك. الأستاذ والفنان والمخرج والمؤلف وصاحب يعني التاريخ الفني الزاخر، نحن سعداء لوجودك معنا في هذا اللقاء، وددنا أن يطول بنا الوقت ولكن طبعا وقت البرنامج. شكرا لك على هذا اللقاء وشكرا لوجودك بيننا، ونحن استفدنا منك الكثير. كلمة أخيرة قبل نهاية اللقاء. كل الشكر والتقدير لهذه الإدارة وهذه الدائرة التي يعني تعبت كثيرا في لأنها توصل هؤلاء الشباب للتدريس، وهذه نقطة أساسية لمدير المدير الثقافة والرياضة والشباب ورئيس قسم أيضا، ولكل القائمين على هذا البرنامج، وتحية كل التحية والتقدير لكم جميعا. شكرا جزيلا. إذن مشاهدينا الكرام، هذا كان مختصر عن أبرز فعاليات أو الفعاليات الثقافية والفنية التي تنظمها إدارة الثقافة والرياضة والشباب. نعم. كان ضيفنا اليوم الفنان عبد الناصر الزائر الذي قدم دورة في الأداء الصوتي. هذه الدورة قدمت على أو نفذت على فترتين صباحية ومسائية، شهدت مشاركة واسعة وميزة، وأيضا جميل. الأهم من ذلك نجاح أيضا واستفادة الكبيرة التي حصل عليها المشاركون. الشكر الجزيل أقدمه للزميلين عبد العزيز الكعبي وطارق المعمري. أعود إليكما بالصوت والصورة. شكرا إذن للزميل العزيز أنور بن زاهر الغريبي، وشكرا أيضا كذلك لضيفك الكبير الفنان عبد الناصر الزائر. إحنا ما زلنا معكم مشاهدين الكرام، فاصل قصير بعده نعود، فخلوكم معنا.